الواحدة بتوقيت الجزائر، نشرة للأخبار. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم، والبداية بأبرز ما فيها. تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء، وزير الداخلية يقف على مخلفات الفيضانات البيتيبازا، ويقدم رفقة وزيرة التضامن الوطني تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلة الطفل المتوفي ببلدية خميستي إثر التقلبات الجوية. الوزير الأول يؤكد في افتتاح الدورة 49 للمنظمة الإفريقية للأمن الغذائي أن الجزائر تطمح إلى تبني أحسن المقاربات الفعالة في مجال التأمين، خاصة ما تعلق بالتقلبات المناخية. الفريق أول السعيد شنقريحة يشيد بأداء إطارات ومستخدمي القوات المسلحة نظير النتائج الباهرة المحققة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. وفي الحركة التنموية، ولاية خنشلة تستفيد من برنامج تكميلي في العديد من القطاعات، ولفك العزلة عن المناطق النائية وتسهيل التنقل وتيرة متسارعة في الأشغال تعرفها الطرقات المهترئة بولاية ورقلة. أهلا بكم مشاهدين مجددا إلى التفاصيل. بداية، ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عدة عروض. السيد رئيس الجمهورية أسدى بشأنها السيد الرئيس تعليمات وأوامر وتوجيهات. فبخصوص مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص 10 ملايير دينار لتعويض الضحايا وإسكان كل من فقد بيته بالكامل وترميم السكنات المتضررة جزئيا، وكذا الطرقات والمنشآت، إضافة إلى التعويض الفوري للصيادين المتضررين. وبخصوص قانون الإجراءات الجزائية، اعتبر السيد الرئيس أن نظام الأقطاب الوطنية المتخصصة في العدالة نظام ناجح أو ناجع، وأمر بالعمل به في كل من وهران، قسنطينة وعنابة. أما عن قانون العقوبات فقد أمر بالإعداد في غضون الشهر لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور لمعالجة هذه الظاهرة على أن يتضمن أقصى العقوبات، كما شدد السيد الرئيس على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال الأسلاك الأمنية والمعتدين على الأساتذة والمعلمين، علاوة على حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، إضافة إلى تجديد العقوبات ضد المستهدفين أو المستهدفين للمنشآت القاعدية، وخاصة شبكات السرقة وتخريب الكوابل النحاسية. وبخصوص مشروع قانون الصفقات العمومية، فقد أكد السيد الرئيس على أهمية التكوين في هذا المجال، إضافة إلى إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية. كما أصدر رئيس الجمهورية تعليمات لفتح تخصص أستاذ التعليم الابتدائي للغة الإنجليزية بالمدارس العليا للموسم الجامعي القادم، وأمر بالتوظيف الفوري لحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه. بعد القرارات الهامة التي اتخذها السيد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء بسرعة التكفل بالعائلات المتضررة من مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة، رصدنا لكم أجواء الارتياح لدى العائلات المتضررة ببلدية خميستي بيتيبازا. فرحاني ما تعرفيش كي سمعنا هذه اللغوة هكا، وانا ياك فرحت هذه المعوقه ما نكذبش عليك، هذه اللي كنت مضروره منها، وين نخليها؟ نمشي ونبكي مع الطريق. فرحه كبيره، فرحه كبيره، والحمد لله والحمد لله وكثر خير بلادنا. فرحنا خاطر تهدموا ديارنا، بقينا قفه بلا يدين، وربي يسترهم وربي يسترهم. الحمد لله كي وقفوا معنا وفرحونا، والله العظيم ما حسينا لهذا الضر، هذا الضر رجع لنا فرحه. أنا فرحان كي سمعت هذا القرار، أنا فرحان. فرحة كبيرة، فرحة عارمة، وكثر خير الرئيس تبون راجل. راجل صح، راجل ما يسمحش الشعب، والحمد لله بارك الله فيه. شكر رئيس الجمهورية على القرارات اللي صدرها، وشاف البحرية هذو وحس بيهم.
بتكليف من رئيس الجمهورية وتنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء، حل قبل قليل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مرفوقا بوزارة التضامن بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ببلدية خميس تبيتي بازا للوقوف عند المخلفات أو مخلفات الفيضانات ببلديات الولاية، وتقديم تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلة الضحية الطفل بوعزة محمد عبد الرؤوف للتسع سنوات إثر التقلبات الجوية. تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي أبى إلا أن نتنقل إلى عين المكان وأن نقدم تعازينا تعازيه وتعازينا ليكم في فقدان محمد عبد الرؤوف الله يرحمه ويوسع عليه ويلهمكم وكل أهل جميل الصبرة والسلوان، وإن شاء الله تلقاوه طير من طور الجنة، إن شاء الله تلقاوه ليه على إن شاء الله هذا المكان ذخرا لكم في الجنة إن شاء الله. السيد الرئيس يلح كثير وقول قدموا له تعازي تاعهم رغم تعرف الاهتمام الذي يريه كل المواطنين خاصة في مثل هذه الظروف. مواصلة للزيارات التفتيشية إلى مختلف النواحي العسكرية وفي إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2022-2023، شرع السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. هدى الوابح. في مستهل الزيارة وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء محمد الطيب براكني قائد الناحية العسكرية الثانية، وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم أحمد بوجنان المدعوس عباس الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلى فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح شهداء الأبرار. ليشرف إثر ذلك السيد الفريق أول رفقة قائد الناحية العسكرية الثانية على تدشين المقر الجديد لأركان الناحية ويعاين عن كتب مرافقه المنشآتية التي تحوز على جميع الوسائل والإمكانيات التي من شأنها تمكين الإطارات والمستخدمين من أداء المهام الحساسة المنوطة بهم على الوجه الأمثل والأكمل. كما كان للسيد الفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية، ألقى خلاله كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد فيها أن ما يتسم به الجيش الوطني الشعبي في السنوات القليلة الماضية من جدية وفعالية كفيل بتمكينه من الحفاظ على أمانة الشهداء وحماية أمن واستقرار الوطن واستقلاله ووحدته الترابية والشعبية. إن السمة الغالبة لأعمال الجيش الوطني الشعبي في السنوات القليلة الماضية تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني هي سمة الجدية والفعالية، حيث أكد جيشنا العتيد في الميدان ومن خلال نتائج ملموسة بأنه من طينة تلك الجيوش الوطنية التي امتلأت قلوب أبنائها بعزيمة لا تلين وبإرادة لا تقهر، شعارها خدمة الوطن بكل وفاء وعمادها الاستمرار بإصرار شديد في اكتساب موجبات القوة التي بها تبلغ غايتها الأسمى، ألا وهي الحفاظ على أمانة الشهداء الأمجاد من خلال حماية أمن واستقرار الوطن واستقلاله ووحدته الترابية والشعبية.
السيد الفريق أول أكد بالمناسبة تقديره الشديد لأداء إطارات ومستخدمي قواتنا المسلحة نظير ما يحققونه من نتائج باهرة سواء في مجال استيعاب وإتقان تطبيق برامج التحضير القتالي أو في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب. وعليه فإنني أقدر شديد التقدير أداء إطاراتنا ومستخدمينا على مستوى كافة مكونات قوتنا المسلحة، وأنوه بروحهم العالية حيال المساهمة في تطوير قدراتنا القتالية والعملياتية. هذا التقدير الذي يستحقونه عن جدارة مقابل ما حققوه من نتائج باهرة، لا سيما في مجال التطبيق الوافي لبرامج التحضير القتالي واستيعاب مراميها وإتقان مضامينها، وكذا جودة التمارين التكتيكية والعملياتية التي أصبحت تجرى ليس فقط في نهاية السنة التدريبية بل حتى في بداية وفي كافة فصول السنة، وتلك سمة بارزة أخرى لهذه المرحلة المتقدمة والمتطورة التي بلغها جيشنا اليوم. هذا إلى جانب النتائج المعتبرة التي حققها رجالنا البواسل في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب لا سيما المخدرات بكل أنواعها، وهي نتائج بالغة الأهمية ستسمح دون شك بتطهير أرض الجزائر من هذه الظواهر السلبية، وتمكن بذلك بلادنا من التفرغ الكامل لخوض غمار التطور المنشود على كافة الأصعدة وفي كل المجالات. السيد الفريق أول أشاد بقرار السيد رئيس الجمهورية تخصيص غلاف مالي لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر كرمز من رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد قوى الاستعمار والظلم. بمناسبة الذكرى 140 لوفاة الأمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري رحمة الله عليه، المصادف لتاريخ 26 ماي، أشيد بقرار السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تخصيص غلاف مالي لتشييد تمثال يخلد تاريخ هذا البطل الفذ الذي لا تزال شخصيته وإنجازاته العظيمة محطة لتقدير وعرفان وفخر الشعب الجزائري برمته بل والعالم بأسره كرمز من رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد قوى الاستعمار والظلم، وكرجل كرس حياته لإعلاء كلمة الحق وخدمة أمته الجزائرية. إن هذا القرار الحكيم ينم عن قيم الوفاء التي لطالما طبعت شعبنا العريق وترسخت في تقاليد أمتنا العظيمة تجاه أبطالها حتى تبقى إلى الأبد شاهدة على عظامة صنائعهم. وفي ختام اللقاء فسح المجال أمام أفراد الناحية للتعبير عن انشغالاتهم واهتماماتهم مبدين كامل استعدادهم للاطلاع بمهامهم النبيلة على أكمل وجه.
شكرا لك، بارك الله فيك. أشرف اليوم من العاصمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على افتتاح الدورة 49 للمنظمة الإفريقية لمنظمة التأمينات بعنوان تحديات التأمين والأمن الغذائي في إفريقيا، وهذا بحضور أعضاء من الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي وإطارات ومسؤولين في الدولة. الدورة التي تحتضنها الجزائر إلى غاية 31 من الشهر الحالي يشارك فيها أكثر من 1700 متعامل من خبراء وممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين، من بينهم أكثر من 1000 مشارك أجنبي يمثلون 70 دولة، وهذا لبحث التحديات والتغيرات المناخية مع تقديم حلول تأمينية ناجعة. الوزير الأول أبرز أن الهدف المنشود يتجلى في جعل المستثمرين في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي نتيجة آثار التقلبات المناخية. هدف المنشود يتجلى في جعل الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي نتيجة آثار التقلبات المناخية بما فيها الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات التي تتسبب في الكثير من الأحيان في استفحال الهشاشة المالية للفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي، وهو ما يستدعي إعادة دراسة معمقة في تعريف المخاطر المؤمنة في الفلاحة بما يسمح بالحد من المخاطر غير المؤمنة ووضع تصور شامل وجامع في هذا الإطار، فإن بلداننا تتطلع لتحسين أداء السوق من خلال جملة من الإجراءات. أولاً، فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الإفريقي الحر. ثانياً، تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر لا سيما المخاطر المناخية. ثالثاً، ترقية شمولية السوق الإفريقية لإعادة التأمينات. رابعاً، تحسين حوكمة وملائمة شركات التأمين وإعادة التأمينات. من جهته أكد وزير المالية العزيز فايد أن مشروع قانون التأمين الذي تعمل السلطات العمومية على إعداده يهدف إلى تكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتعاملين. كما تعمل حاليا الجزائر على إعداد قانون تأمينات جديد يهدف إلى التحسين التنظيم وأداء السوق التأمين وعلى تكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتدخلين، وذلك سعيا إلى رفع مستوى هذا النشاط وجعله يلعب الدور المنوط به في المجال الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وفي السياق نفسه تتواصل بقسنطينة أشغال الندوة العلمية الأولى حول مواجهة تحديات الأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا بحضور العديد من المختصين في هذا المجال. الندوة التي تأتي تحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية يبحث فيها المشاركون أسس تبني رؤية استشرافية دقيقة للأمن الغذائي لمواجهة التحولات المعاصرة، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك وتفعيل التبادل على مختلف المستويات البحثية والعلمية. اليوم الثاني عرف انطلاق أشغال الورشات المغلقة التي تناقش أهم الأطروحات لمجابهة مشكل الأمن الغذائي، وهي مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، والزراعة في سياق التغيرات المناخية والاستزراع المائي، وأخيرا ورشة البيتوكنولوجيا والتقلبات الغذائية. في التعاون الجزائري الإيطالي الآن انطلقت بتورينو الإيطالية أشغال المنتدى الاقتصادي حول آفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر، وهذا بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وعدد من المتعاملين الاقتصاديين. المنتدى يهدف إلى تقديم الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر لتحقيق صناعات حقيقية. ومن مدينة تورينو الإيطالية تلتحق بنا وسيلة بوشارب. وسيلة، ما هي الفرص الاستثمارية الإيطالية المتاحة في الجزائر لتحقيق صناعات حقيقية؟
صباح الخير إبراهيم، نطل عليكم من مدينة تورينو الإيطالية الجميلة والعريقة، أيضا معقل الصناعة، صناعة السيارات وفيات على وجه التحديد. الحدث هنا كان هذا الصباح بالمدينة، حيث افتتحت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي. الجزائر حاضرة بقوة في هذا المنتدى الذي كان ناجحا بكل المعايير. للمزيد حول أهداف المنتدى يحضر معنا مباشرة من تورينو السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون. صباح الخير سيدي، شكرا على حضوركم معنا في نشرة الواحدة. أهم ما خرجتم به من هذا المنتدى اليوم؟ أكيد هو انطلقنا اليوم في عملنا في هذا المنتدى للمستثمرين في صناعة السيارات، وكما لاحظت كان فيه حضور قوي، بالأخص حضور وزير الصناعة الإيطالي، وإن كان فيه مداخلات اللي سمحت لنا كطرف جزائري قدمنا كل ما هي الامتيازات اللي يحصل عليها المستثمر الإيطالي والأجنبي في الجزائر باش يستثمر بكل ارتياحية. احنا عندنا يعني أمل كثير في هذا الملتقى، وإن شاء الله نجاحات بدات، لأن فيه حاليا مقابلات ما بين المتعاملين من طرفين، وسيكون إن شاء الله في آخر النهار نتائج اللي رايح نبشر بها بخير، بالأخص في صناعة القطاع الغيار. أستاذ، الجزائر تعول كثيرا على التجربة الإيطالية في قطاع المناولة. طبعا رانا في عاصمة صناعة السيارات في إيطاليا وفي أوروبا يعني، وعندهم بالأخص نسيج صناعي متخصص في قطاع الغيار. احنا راح نستفد من هذه ان شاء الله، والمحادثات في المساء هذه ستكون ان شاء الله ناجحة. انتم تشرفون شخصيا على كل تفاصيل المنتدى الاقتصادي الجزائري الايطالي، نتمنى لكم كل التوفيق معالي المزير الوزير. شكرا على حضورك معنا مباشرة في نشرة الثامنة. أنا أشكركم. الواحدة وسيلة بوشارب، كنت معنا على المباشر من مدينة تورينو الإيطالية، شكرا جزيل الشكر لك وللسيد علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. إلى مقر المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية، حيث تتم الآن عملية فتح الأظرفة لاقتناء 10 طائرات عن طريق الإيجار، حيث سيتم في مرحلة أولى استلام 4 طائرات نهاية السنة الجارية و6 طائرات أخرى في بداية سنة 2024. في الحركية التنموية وبغية فك العزلة عن المناطق النائية وتسهيل التنقل، تعرف بعض الطرقات المهترئة في جزئها الرابط بين ولايتي ورقلة والمنيعة تعرف وتيرة متسارعة في الأشغال، وهو ما لاقى استحسان مستعملي هذه الطريق، يقول محمد سنوسي عياض. الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين ولايتي ورقلة والمنيعة على مسافة 300 كيلومتر شريان اقتصادي واجتماعي، يشهد انطلاق أشغال إعادة تهيئة الجزء المهترئ والمقدر ب30 كيلومترا. كنا نروحوا حتى للغردايا، ومن الغردايا نروحوا للمنيعه، دوكا نقص هذا الطريق ب 130 كيلو 140 كيلو على ولايه ورقله. وثاني شريان اقتصادي بالنسبه لعين صالح تمر راست، عانوا منه ياسر المواطنين. الشطر هذا له اهميه كبيره، الفلاحين، المربين، الإبل، له أهمية كبيرة. يعني نشكر السلطات، نشكر كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع. أهمية كبيرة يكتسيها هذا الطريق لأبعاده الاستراتيجية والاقتصادية الواعدة، حيث يربط ولايات الشرق الجزائري بولايات الجنوب الغربي مباشرة، وركيزة أساسية لتنشيط الحركة التجارية والفلاحية بين الولايتين. هذا الطريق سوف يفتح قبل نهاية 2023، وزع على 3 مؤسسات للإنجاز. 3 مؤسسات هذه مباشرة كي تكمل العمل تاعها يفتح الطريق نحو المنيعة، وذلك لتدعيم الاقتصاد وغيرها. عدا عن تقليص المسافة لأكثر من 100 كيلومتر، سيساهم أيضا في تنمية الجانب السياحي الهام، عطفا على المقومات السياحية الكبيرة.
وحرصا على متابعة ومدى تنفيذ مشاريع البرنامج التكميلي المخصص لولاية خنشلة، حل بالولاية وفد وزاري في مسعى لتذليل الصعوبات وإيجاد حل لبعض العراقيل الإدارية التي حالت دون تجسيد بعض البرامج. عبد الرحمن شباح والمتابعة. وتيرة متفاوتة تشهدها ورشات البرنامج التكميلي بخنشلة، والذي مس عديد القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمواطن، كازدواجية الطريق الوطني ولدرشاش والمحمل والطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة، باعتبار قطاع الأشغال العمومية محركا أساسيا للتنمية والاستثمار، إضافة إلى تجديد شبكات المياه الشروب عبر عديد البلديات، وكذا إنجاز سوق وطني للتفاح ببحمامة. كنا في الأزمة كبيرة كبيرة، درك الحمد لله التلسيتي جاء، الغاز جاء، الماء عندنا، رانا الحمد لله تقريب عامين ثلاث سنين اربع سنين امانه نظرينش قد يعني صلا فورس قد الحمد لله لقيت المشروع قالني قد دولت الحمد لله خير يا ربي. استفاد طائرة بوحمامي من هذا السوق التفاح الوطني، اولا اضافه للمنطقه واضافه للمنتوج المنطقه، في المقابل كذلك المعضله الكبيره وهي الجفاف، وهذه المنطقه تحتاج سدود حاليا، سد واد الازرق ببوحمامه وسدود اخرى ببلديه المصاره. بذات الوتيرة تجري أشغال بناء 300 وحدة سكنية اجتماعية بكل من قايس، الحامة، خنشلة وأولى درشاش، فيما تتواصل تهيئة مناطق النشاطات بكل من بغاي وبابار. وعلى تراب بلديات متوسة وبغاي يجري إنجاز خط للسكة الحديدية يربط بين ولاية خنشلة ومدينة عين البيضاء. السيد الوزير الأول راه رسل لجنة متعددة القطاعات اللي راهي موجودة اليوم هنا في ولاية خنشلة حتى نرفعوا كل العراقيل اللي يعني موجودة في بعض العمليات. وباعتبار ولاية خنشلة ذات طابع فلاحي، تم ربط الكثير من المستثمرات بالكهرباء الفلاحية، ودعما للسياحة تم الشروع في إنجاز المحطة المناخية بمرتفعات شليا، فيما تدعم قطاع الصحة بتجهيز مستشفى قايس بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وهذا للتخفيف من معاناة المرضى بالولاية. في الانشغال التربوي حظي طلاب الأقسام النهائية المقبلون على اجتياز امتحانات نهاية الأطوار التعليمية الثلاثة بفرصة مجانية لتلقي دروس الدعم الدراسي في مختلف المواد الأساسية في مبادرة فريدة من نوعها يقوم بها الجامع القطب عبد الحميد بن باديس بولاية وهران. أبو بكر منصوري. في مبادرة فريدة من نوعها يقدم الجامع القطب عبد الحميد بن باديس بولاية وهران دروسا تدعيمية مجانية للأقسام النهائية في مختلف المواد الأساسية. كتب لي الله سبحانه وتعالى أن أعمل هنا في هذا المسجد، وأنا أطلب أجري إلا على الله، هذا مكان، والحمد لله لقيت مساعدة من طرف التلاميذ والتكاثر، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إحنا أساتذة متطوعين طوعنا في سبيل الله لتدعيم هذا الأطفال لدعمهم في اللغة العربية، وحتى كاين أساتذة في اللغة الفرنسية والرياضيات، ونتمنى لهم النجاح إن شاء الله. التحفيز المستمر للطلاب يعد سببا أساسيا في الرفع من مستواهم التحصيلي، كما يمنحهم ثقة أكبر لاستخراج أحسن ما لديهم في الامتحانات النهائية. طالب في أحرار بكالوريا شعبة أدب وفلسفة، جيت نحضر روحي للامتحان إن شاء الله. نشكر كل الطاقم اللي راه قايم بنا. هذه الدورة، دورة 2023، نتمنى من كل الطالبين والطالبات النجاح إن شاء الله. هم متطوعون كلهم الحمد لله، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرم الأساتذة وعلى وازعهم الديني. هذه الدروس يعني تقدم لفائدة أكثر من 350 طالب وطالبة. هذا الدعم المجاني في مختلف المواد الأساسية من شأنه مساعدة التلاميذ للتحضير الجيد للامتحانات النهائية وكسب أحسن النتائج. دوليا وفي المغرب تتصاعد التحذيرات من تمادي نظام المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم الإنصات إلى الشعب الذي يطالب بالإلغاء الفوري لجميع الاتفاقيات التطبيعية الخيانية التي ترهن سيادة البلد، والتي تؤكد أن النظام المغربي يبيع المملكة للصهاينة
بأبخس الأثمان ويتواطأ في جرائم الكيان المحتل بفلسطين في ظل التصعيد الصهيوني الخطير في الأراضي المحتلة. وبفلسطين المحتلة استشهد فجر اليوم فلسطيني متأثرا بجروحه، فيما أصيب ثمانية فلسطينيين آخرون بالرصاص الحي واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام قوة الاحتلال الصهيوني عدة أحياء من مدينة جنين بالضفة الغربية. هذا وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني لليوم 17 إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو حتى الخروج منها. وفي تركيا وبعد فرز نتائج الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية والتي أفضت إلى فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن الشارع التركي يطمح إلى تجسيد مشروع قرن تركيا الذي وعد به أردوغان بإصلاحات جديدة للشعب التركي. موفدة التلفزيون الجزائري إلى اسطنبول إيمان بالمولود. هكذا كانت أجواء الفرحة بتركيا، وهكذا عبر الأتراك في كل مكان عن فرحتهم بفوز رجب طيب أردوغان برئاسة البلاد. أردوغان فاز حسب النتائج الأولية بنسبة 52.15% مقابل 47.50% لكمال كليشدار أغلو، نتيجة جاءت بعد فرز 100% من أصوات الناخبين. الرئيس رجب طيب أردوغان يسير البلاد جيدا، فهو الرجل المناسب رغم كل ما مررنا به بسبب الجائحة. نحن نحب هذا الرجل وندعمه دائما. الرئيس 13 لجمهورية تركيا سيشرع بتطبيق مشروعه التنموي المسمى بقرن تركيا، والذي كان قد أعلن عنه شهر أكتوبر المنصرم، والقاضي بتلبية تطلعات الشباب التركي في جميع المجالات من التكنولوجيا إلى الفن ومن الرياضة إلى البيئة، أين ستتمكن تركيا من خلاله الارتقاء باستبدال سياسة الهوية بسياسة الوحدة والاستقطاب بالتكامل والحرية. أردوغان إذن فاز بهذه الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية والتي تعتبر الأولى في تاريخ تركيا، وأمامه الآن تحديات كبرى سيشرع في تنفيذها مع تقلده منصبه رسميا بالقصر الرئاسي. إيمان بالمولود، التلفزيون الجزائري، إسطنبول، تركيا. في الرياضة وفي كرة القدم، انتصار مستحق لاتحاد الجزائر يعزز حظوظه للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه أمس على أرض مضيفه يونغ أفريكانز التنزاني بهدفين لهدف من توقيع أيمن محيوس وإسلام مريلي. فوز ثمين اقترب به أبناء المدرب عبد الحق بن شيخة من الظفر بأول ألقابهم القارية. مباراة الإياب تلعب يوم 3 جوان المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي. درنا مباراة مقبولة، درنا مباراة كما بغينا احنا، سيرناها كما بغينا احنا. كانت ندية، كانت أجواء، تعرفوا الأجواء عندنا الإفريقية كيفاش. دك عملنا خطوة يعني في نحو كما شفت المقابله جات في ظروف حسنه، وين ورحنا لتنزانيا باش نحققوا نتيجه ايجابيه تساعدنا في مقابله العوده. هذه 60 فينال اللي تتربح ما تلعبش، والحمد لله كما شفت ريزلت اللي تساعدنا ان شاء الله في الروتور. نهديو الفوز هذا للانصار تاع اتحاد العاصمه وكل الشعب الجزائري، وان شاء الله السمانه الجايه ان شاء الله نفوزوا به نهديو لهم اللقب ان شاء الله. اعتقد اننا قدمنا مباراة رائعة، ولقد تمكنا من الفوز لأننا حضرنا جيدا لهذا اللقاء. مسالتنا 50% مسالت كاينة مقابلة في الجزائر. الحمد لله احنا درنا واش لازم في مقابلة الذهاب. دوكا وين ولينا لازم نزربوا نرجعوا. المقابلة الثانية حتتلعب على الاسترجاع وراح تتلعب على التعب. ان شاء الله نسيو نزربوا ريكيبيري ان شاء الله باش نكونوا واجدين ان شاء الله المقابلة الثانية تاع الاياب. مازال عندنا مقابلة مهمة، ما نفرحوش بزاف، لازم علينا نحققوا النهائي في ملعبنا، وان شاء الله نفرحوا بالكاس ونفرحوا مع الشعب تاعنا ان شاء الله. مازال فصلنا 90 دقيقة باش ان شاء الله ما نخرجوش من، لازم نخرجوا من الفرحة هذيك ونخموا على المقابلة تاع العودة
راح تكون صعيبه بالنسبه لنا، لانها صح راح تلعب في الميدان، احنا مازلنا ما حقناش التاج الافريقي، مي ان شاء الله ان شاء الله الانسان راه متفائل باش نحقوا هذا التتويج ان شاء الله، ونفرحوا الانصار تاعنا ونفرحوا الشعب الجزائري، لان فريق اتحاد العاصمه راه يمثل ثاني الجزائر. بقي لنا ان نذكر بابرز ما ورد في نشره الواحده اليوم. تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء، وزير الداخلية يقف على مخلفات الفيضانات بتيبازا، ويقدم رفقة وزيرة التضامن الوطني تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلة الطفل المتوفي ببلدية خميستي إثر التقلبات الجوية. الوزير الأول يؤكد في افتتاح الدورة 49 للمنظمة الإفريقية للأمن الغذائي أن الجزائر تطمح إلى تبني أحسن المقاربات الفعالة في مجال التأمين، خاصة ما تعلق بالتقلبات المناخية. الفريق أول السعيد شنقريحة يشيد بأداء إطارات ومستخدمي القوات المسلحة نظير النتائج الباهرة المحققة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. وكنا تابعنا في النشرة وفي الحركة التنموية متابعة ميدانية لمدى تنفيذ البرنامج التكميلي الخاص بولاية خنشلة في العديد من القطاعات. ولفك العزلة عن المناطق النائية وتسهيل التنقل وتيرة متسارعة في الأشغال تعرفها الطرقات المهترئة بوربلا. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.